السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله راح ندير لكم وضعية قصيرة وبسيطة خاصة بالسنة الثالثة متوسط حول العالم والفيزيائي إسحاق نيوتن. هذا الفيديو كنت طلبتها مني، وأيضا هي من الوضعيات المقترحة لفروض واختبارات الفصل الثاني اللي راح يكون حول العلماء والرياضيين فيزيائيين وغيرها. المهم هي العلماء بصفة عامة. إذا ما عليكم غير تبعوا معايا، جبت لكم وضعية قصيرة وصغيرة وشاملة حول إسحاق نيوتن. نبدأ على بركة الله. بسم الله. إذا in English نقولوا إيزاك. إيزاك إسحاق هي إيزاك نيوتن. He was born ولا إيزاك نيوتن was born كما تحبوا. He was born on 4th February 1643 in England. شوفوا هنا يا إلا كنت درت العنوان للوضعية تحكم باسم العالم ولا باسم الكاتب ولا باسم الفيلسوف، تبدأ الوضعية ب he was. أما إلا ما درتوش الاسم ولا العنوان نتاع الوضعية تحكم، تذكروا العالم وهذا شكون هو في الأول. أوكي، ما تقولوش he was ومتوما ما كتبتوش الاسم نتاعو الفوق كعنوان، لازم تذكروا شكون هو. He was born on 4th February 1643 in England. He was one of the most famous physicists in the scientific world. إذا إسحاق نيوتن ولد في 4 فيفري 1643 في إنجلترا، كان واحد من أشهر الفيزيائيين في العالم العلمي. He discovered the law of gravity. هو اللي اكتشف قانون الجاذبية. While he was sitting under an apple tree. اكتشف قانون الجاذبية بينما كان جالسا تحت شجرة للتفاح. He wrote some books like Mathematical Principles of Natural Philosophy. اكتب كتب بزاف مشهورة، منها كتاب الفيزياء العالمية أو الفيزياء الطبيعية ومبادئها الرياضية. He died on 31st March 1727 in London, England. توفي في 31 من مارس 1727 بلندن العاصمة لإنجلند. إذن إيزاك نيوتن was born on 4th February 1643 in England. He was one of the most famous physicists in the scientific world. He discovered the law of gravity while he was sitting under an apple tree. He wrote some books like Mathematical Principles of Natural Philosophy. He died on 31st March 1727 in London, England. إذا هذه هي وضعية قصيرة وبسيطة وصغيرة حول العالم والفيزيائي إسحاق نيوتن لسنة الثالثة متوسط. نتمنى إن شاء الله أنه هذه الوضعية تفيدكم وتستفادوا. مع اللي نقول لكم قوموا على خير، ربي يوفقكم وينجحكم إن شاء الله، وفي أمان الله.